انت عسكري؟ اه عسكري. انت مش شايف انك صغير على انك تبقى عسكري؟ لا عادي، مش ده استوديو الاعلانات. انت جاي بقى عشان تعمل اعلان؟ لا انا جاي حضرتك معايا انكل الظابط برضه. انكل الظابط؟ اه سيادة العميد علي. سيادة العميد علي؟ اه انكل الظابط. طب خليه يتفضل. اتفضل يا انكل. اتفضل افتح فيك. هو ده الاستوديو بتاع تسجيل الاعلانات؟ ايوه يا فندم، هو ده الاستوديو. فين السلاح بتاعك؟ خلص. خلص؟ مش قلت لك شويه شويه؟ خد اتفضل. ميرسي يا انكل. سيب لي حته. حاضر. حته؟ لا حته اقتل فيها العربيه. بس دي مصاصه. يا ستي معلش، ده حاجات خاصه مالكش دعوه. دي قوات خاصه. بعدين هيحرس غواصه، يبقى لازم يمسك مصاصه. سلاح اسمه اسكوتي. اسكوتي؟ اي حد يجي هنا او يحاول الاقتحام تديني خبر على طول. حاضر يا انكل. يلا اتفضل. حاضر يا انكل. ايه العسكري الصغير ده؟ معلش دي حاجات طالعه جديد، احنا دلوقتي في عصر التقدم. تقدم؟ ايوه. في دي مش في حضانه؟ في حضانه. طيب عاوز عساكر على قدهم عشان يفهموهم، فاحنا بنضرب العساكر. وبعدين بيني وبينك بس ده سر هقوله لك، ده مش العسكري الطبيعي بتاعنا، عسكري اللي تبعي راجل كبير. عيان. قلت له ابعت ابنك يسد مكانك. مش حاجه يعني. خير بقى. حضرتك جاي ليه؟ لا جاي ليه دي بقى مهمه كبيره، وربنا يستر علينا وعليكم. في شكوى مقدمه من المواطن البريء الطاهر اللي اسمه مرزوق المدمس. البريء الطاهر؟ طبعا. بيقول فيها انكم بوظتوا بضاعه ب 10,000 جنيه، مستلمها على نفسه وعليه الشيك ب 10,000 جنيه، يعمل ايه؟ انت وجوزك. وش عرفك ان انا وجوزي؟ او احتمال جوزك وانت. ايوه عرفتوا منين ان احنا متجوزين؟ ما هم جايب لنا صور ليكم. وهي الصور تثبت ان احنا متجوزين؟ ايوه مكشرين فيها. خير يعني؟ لا ابدا. يا عسعس. ايوه يا انكل. تعال. ربت سنينك. ايه ده؟ لا بيتدرب على سلاح الاشاره، ما لهوش دعوه. بس خلاص هتحوله مرور. فين السلاح؟ كلت. خرب بيت سنينك. سلاح تاني اهو. ميرسي يا انكل. ها؟ ولا حاجه. حته ايه؟ يا ستي بفكره انا. حضرتك بقى في اسم ايه؟ الفسحه. اسم الفسحه؟ النزهه، النزهه كلهم جناين. يعني الشكوى اللي مقدمها لاسمه مرزوق ده مقدمها في اسم النزهة؟ يعني حضرتك بتشتغل فيه يعني؟ لا ما بشتغلش في اسام. احترم نفسك. ايه؟ ما بشتغلش في اسام انا. انا بشتغل في مكتب حقوق الانسان تبع الامم المنتحرة. الامم اللي المتحدة بتاعت كوفي عنان. كوفي عنان؟ ايوه. مالكيش دعوة انت خالص. وبعدين عاوز اقول لك حاجة، مرزوق له حقوق، مش هطلع من هنا لما اخد الحقوق بتاعت مرزوق. وخلي بالك بقى من المفاجاه الكبيره، ان مرزوق ايده طايله، ما احناش قده. ده يعرف مسؤولين كبار قوي، والمديريه واقفه على رجلي، كل العساكر والظباط عامله كده واقفين على رجلي كلهم مستنيين اي امدادات هتيجي هنا. اعمل معروف. انا مش عارفه ليه حاسه ان صوت حضرتك شبه صوت مرزوق. صوتك شبه مرزوق. ما هو انا بتاثر لما يكون واحد مظلوم ويقعد يحكي لي حكايته، ابص الاقيني تقمصت كله وصوته دخل مع الاحبال الصوتيه. ده دي مشكله عندي، مشكله هحلها بعدين. طيب ممكن اشوف الكارنيه بتاعك؟ لا اهو ده سؤال لمؤاخذه يعني تضيع فيه رقاب. مسؤول كبير تقول وريني الكارنيه؟ ومع ذلك اهو. ايه رايك؟ ايه رايي؟ انا ما شفتش حاجه. ده كويس ان انت شفت غيرك. لا وبعدين عاوز اقول لك حاجه، معلش انا شاكك بقى. شاكك؟ فين انت بتشتغل فين؟ وريني الكارنيه، انت مين؟ كل ده تضيع وقت. قطعا في حاجه بتضيع الوقت لغايه ما تخفوها. بس انا هفتش كل حته. تفتش فين؟ في هنا ايه؟ لا 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 انا مش عارفه اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ ايوه هكلم. ايوه ابن عمي العميد لطفي. صح صح كده صح. الو الو يا لطفي. الو الو الو. ايوه يا رشا.
ايه بتكلميني وانا وراكي؟ معلش ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه جدا، صدفه لطيفه يعني. معانا انا زعلان منك جدا. ايه هشحتك انت والاستاذ سكر عشان تيجوا تزوروني في البلد؟ معلش حقك عليا، بس في مشكله ثانيه دلوقتي. انت مالك متوتره كده ليه؟ في ضابط هنا في الاستوديو بيفتش المكان، بيقول ان في ولد كده كسرنا له بضاعه ب 10,000 اسمه مرزوق المدمس، مقدم فينا شكوى في الاسم. اه ضابط ده اللي مخليك قلقانه؟ ايوه يا ست ولا يهمك، ممكن يطلع دفعته ولا حاجه. فعلا؟ يلا انا دهولي بسرعه. يا سياده العميد. ايوه سياده العميد. مع وجود أسلحة دمار شامم، أيوة، واتنين طائرة كابوتشي وقع في الكاوتشي، وهناك استدعاء للبرادعي للكشف على البرنامج، لأن هناك بلح كتير يبقى قطعا في برنامج نووي. أيوة أيوة. أنت بتكتب إيه؟ لا ده اللي عندي ده يقفل الاستوديو يودوكوا السجن، انما عشانك انت انا حاسس انك طيبه. هلغي كل ده بشرط واحد. ايه؟ حق مرزوق يرجع له ال 10,000 جنيه فورا قبل ما اطلع من هنا. المسؤولين قالوا لي هيبعتوا قوات امداد لو اتاخرت. انا بقول لك هيبعت اهم، ابتدوا يهلوا. انا غير مسؤول. انا مساء الخير. اهلا وسهلا. انا اروح اهدي الموقف في لا 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 استنى. تعال نتعرف يا ست العميد. ايوه اسم حضرتك. ها؟ اسم حضرتك. النزهة. لا انا عايز اعرف اسم حضرتك. انا ايوه اسمي علي. علي ايه بقى؟ علي. ايوه علي ايه؟ انت عاوز اسم الجد بقى؟ ايوه علي. يعني العيلة كلها علي؟ علي من علية القوم. يا سلام. طبعا. انت دفعة كام يا سيادة العميد؟ لحظة واحدة. دفعة كام؟ ده فكرني بالاقساط. دفعة كام؟ أنا مسدد دفعتين، فاضل ثلاثة. هي كانت بكام؟ 108. أنت بتعمل إيه؟ حطيت دفعتين. بقول لك أنت دفعة كام؟ مش قال الباقي على 12 شهر. ال 12 شهر في 3 ب 36. يا نهار أسود، ده في حجز. حجز في إيه بس؟ بقول لك أنت دفعة كام؟ يا سيدي أنا عارف أهو، دفعات كلها، كل دفعة 102. كل دفعة دفعة إيه؟ دفعتك كام؟ انا ايوه ومعانا 12. 46 ونص. في دفعه 46 ونص؟ يا سيدي المجموع اللي دخلت بيه مالك؟ انا عايز اعرف انت دفعه كام بالظبط؟ انا 46. 46؟ ايوه. ايه رايك بقى دي دفعتي؟ والله العظيم. طبعا يا راجل. ايوه. انت كنت في كليه ايه؟ كليه الشرطه طبعا. لا انا في البوليس. ما البوليس هو كلية الشرطة. لا يبقى انت بقى ما دخلتش الدورة اللي احنا دخلناها. انا قعدت شهر في البوليس ودخلت كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ ايوه عشان الالغام نعرف نزرعها. يا سلام. ايوه.